بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم عن الاكتئاب. الاكتئاب انواع كثيرة جدا. النوع اللي انا هتكلم عليه اللي هو الاكتئاب المرضي او الاكتئاب الجسيم او الاكتئاب الكيميائي، بمعنى انه الاكتئاب ده ما هو الا مرض طبي، زي بالظبط زي مرض ارتفاع ضغط الدم او مرض السكر او اي مرض من الامراض الطبية الاخرى. الاكتئاب اللي انا بتكلم عليه سببه خلل كيميائي موجود في المخ، خلل في مواد كيميائية كثيرة موجودة في المخ. الاكتئاب ما هواش مجرد واحد زعلان من موقف حصل له، واحد عنده مشكلة مادية، واحد عنده مشكلة مع مراته، او واحدة عندها مشكلة مع زوجها، او واحد عنده مشكلة في الشغل. انا لا اتكلم عن اكتئاب المشاكل. في نوع تاني من الاكتئاب اسمه اكتئاب المشاكل، او بنسميه اضطراب عدم التكيف مع اعراض الاكتئاب. انما الاكتئاب اللي انا بتكلم عليه هو الاكتئاب المرضي. ايه هو الاكتئاب المرضي ده؟ هو زي ما بنقول هو مرض طبي بحت، سببه الاساسي خلل في المواد الكيميائية موجودة في المخ. المواد الكيميائية دي مواد متعددة، ما هياش مادة واحدة. اشهر المواد ده هي مادة السيروتونين، مادة تانية اسمها دوبامين، مادة تالتة اسمها نور ادرينالين. كل دي مواد بتبقى مضطربة عند مرضى الاكتئاب. طب المواد دي ايه وظيفتها؟ المواد ده بتفرزها الخلايا العصبية، وبتشتغل على الخلايا العصبية الاخرى، وبالتالي بتنقل معلومات هامة، وهي مسؤولة عن مزاج المريض ومسؤولة عن وظائف حيوية اخرى. من الاشياء الهامة جدا هو ان احنا نعرف ان الاكتئاب ما هوش ضعف في الشخصية، ما هوش ضعف في الايمان، ما هوش بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. الاكتئاب مرض ممكن يحصل لأي حد، يحصل للناس المؤمنين، يحصل للناس اللي مش متدينين خالص، يحصل للمسلم، يحصل للمسيحي، يحصل لأي حد عنده أي دين. الاكتئاب مرض زي القلب، وزي قلنا الضغط والسكر وكل الأمراض الأخرى. وبالتالي لا نوصم مريض الاكتئاب ونقول ده مريض ضعيف الشخصية، ده مريض بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام مش صحيح على الإطلاق، والاكتئاب مجرد مرض ممكن يحصل لأي حد. الاكتئاب بيحصل للرجالة وبيحصل للستات. طيب يا ترى الاكتئاب ده بيحصل في قد ايه من الناس؟ الاكتئاب مرض شهير للغاية ومرض شائع جدا، لدرجة انه بيحصل في 25% من الستات. كل 4 ستات فيهم واحدة ممكن يحصل لها اكتئاب مرة واحدة في حياتها. الرجالة كل 6 رجالة فيهم واحد ممكن يحصل له اكتئاب مرة واحدة في حياته. وبالتالي نسبة حدوث الاكتئاب عند الستات 25%، عند الرجالة 17%. الاكتئاب ممكن يحصل في أي سن، ممكن يحصل في سن الأطفال، ممكن يحصل في سن البالغين، ممكن يحصل في كبار السن. هناك بعض الأوقات اللي الاكتئاب فيها بيكون شهير أكتر، تحت تأثير الضغوط الشديدة في كبار السن بعد الولادات. كل دي أوقات ممكن أنه الاكتئاب يزيد فيها شوية. طيب إيه الأعراض بتاعت الاكتئاب؟ الاكتئاب له أعراض كثيرة. في 3 أعراض من الأعراض اللي احنا بنسميها مجموعة الأعراض الأولى، وهي أنه الواحد يحس أنه مزاجه سيء، يحس أنه هو مخنوق، يحس أنه هو مش مبسوط، يبكي كتير. كل دوة اسمه اضطراب في المزاج. الصفة الثانية أو العرض الثاني من المجموعة الأولى هو أنه مريض الاكتئاب يفقد الكثير من الاهتمامات بتاعته، بمعنى انه لو كان بيروح الشغل قبل ما يحصل له الاكتئاب يبدا ما بيروحش الشغل، اذا كان بيذاكر ما بيذاكرش لو هو طالب، اذا كانت ست بيت وبتعمل شغل البيت تبطل تعمل شغل البيت. كل اهتماماته بتقل تدريجيا وممكن تتوقف خالص، انه ما عادش مهتم باي شيء من الاشياء اللي كان مهتم بيها قبل كده. هو الحاجه الثالثه هو ان مجهوده بيقل، بمعنى قدرته على انه يتحرك وانه يروح وانه يجي وانه يعمل بتقل،
وبالتالي عنده قلة نفس انه يعمل وعنده كمان قلة مجهود انه يعمل. يبقى التلات اعراض بتوع المجموعة الاولى هو اضطراب في المزاج ونقص في الاهتمامات ونقص في المجهود بتاعه. طيب مجموعة الاعراض الاخرى ممكن يبقى فيها ايه؟ ممكن يبقى فيها تشاؤم شديد جدا، ممكن يبقى فيها افكار سلبية عن نفسه، حاسس نفسه انه فاشل، حاسس نفسه انه ملوش اهمية، حاسس نفسه انه هو عديم القيمة، حاسس نفسه انه مهمل، فيبقى بيصف نفسه باوصاف سلبية كثيرة. يبقى التشاؤم واحدة والوصف نفسه باوصاف سلبية كثيرة. الحاجة التالتة يقلب في الدفاتر القديمة بتاعته ويطلع اخطاء صغيرة ويلوم نفسه عليها، بيلوم نفسه عمال على بطال على حاجات صغيرة قبل ما على الحاجات الكبيرة. من ضمن الحاجات المهمة هو انه ينعزل اجتماعيا، بيبطل يقابل الناس، ملوش مزاج يقعد مع حد، ما بيتكلمش مع حد، قاعد لوحده، ما بيخرجش من البيت. من ضمن اعراض الاكتئاب الهامة برضو ضعف الانتباه، ضعف التركيز، المريض مش قادر ان هو يركز، مش منتبه، قدراته المعرفية ضعيفة، مش قادر يدير حياته بشكل جيد، مش قادر ياخد قرارات، متردد، تركيزه قليل، الذاكرة بتاعته قليلة، وبالتالي كل القدرات المعرفية قد يحدث بها خلل عند مرضى الاكتئاب. ولكن مع العلاج كل ده بيرجع للطبيعي بتاعه. من ضمن الأشياء هو أن مريض الاكتئاب بيحصل له اضطراب في الشهية للأكل. عادة الشهية للأكل بتقل شهيته للأكل تدريجيا، وقد تؤدي ضعف شهية الأكل إلى أنه يفقد جزء من وزنه. بعض مرضى الاكتئاب قد تزداد عندهم الشهية للأكل عكس الايه؟ عكس العادي اللي احنا بنقول انه العادي انها تنقص، ولكن احيانا ممكن انها تزيد. لما بتزيد الشهية للاكل ممكن تزيد ناحية نوعيات اكل معين، زي نوعيات الاكل اللي فيها كربوهيدرات، يبقى نفسه رايحة على انه ياكل حلويات، ياكل شوكولاتات، لان الحاجات دي هي بيبقى فيها بعض المواد المسؤولة عن تصليح المواد الكيميائية الموجودة في المخ اللي احنا سميناها في اول الايه؟ في اول هذا الفيديو. طيب يبقى اضطراب الشهية للأكل سواء تقل أو تزيد، ده من ضمن أعراض الاكتئاب. طيب من ضمن أعراض المجموعة الأولى اضطراب النوم. مريض الاكتئاب ممكن ياخد وقت طويل جدا عشان خاطر ينعس، لما بينعس ممكن يكون النوم بتاعه متقطع، ممكن النوم بتاعه يبقى مليان أحلام كثيرة جدا، ممكن الأحلام دي تبقى أحلام مزعجة وفي صورة كوابيس. ولكن من أشهر الأعراض أنه المريض يصحى بدري جدا قبل ميعاده بساعتين ثلاثة وما يجيلوش نوم تاني. ده من ضمن أعراض الاكتئاب المهمة. ومريض الاكتئاب مهما نام ممكن يقوم من النوم الصبح ولا كأنه نام حاجة، غير راضي تماما عن نومه، وحس انه جسمه مكسر ولم يستمتع بهذا النوم. كل دي اضطرابات في النوم ممكن تحصل عند مريض الاكتئاب. احيانا في احوال نادرة ممكن مريض الاكتئاب النوم يزيد مش ان النوم يقل، ده بيحصل ولكن في نسبة اقل من الايه؟ من المرضى. من ضمن الاشياء من أعراض الاكتئاب اللي ممكن برضو تيجي لمرضى الاكتئاب هو أن المريض ممكن يفكر في الموت كتير، ويبدأ يحس أنه الحياة طالت عليه، ويبدأ يحس أنه لو مات يبقى الوضع أفضل. فأحيانا مرضى الاكتئاب يحصل لهم كده، طبعا دي نسبة قليلة، ما هيش النسبة الأعظم أو ما هيش النسبة الكبيرة اللي بيحصل لها هذا العرض، ولكن في نسبة قد يأتي إليها أفكار عن الإيه؟ عن الموت، وعن أنه الحياة ملهاش لازمة، وعن أنه الواحد لو مات يبقى أحسن له ويبقى منتظر قضاء ربنا سبحانه وتعالى. دي يعني أعراض المجموعة الثانية. قد يكون من أعراض المجموعة الثانية برضو هو أن السلوك الحركي للمريض ممكن أنه يحصل فيه بعض الاضطرابات. إيه اللي بيحصل في السلوك الحركي؟ هو أن حركة المريض ممكن تزيد قوي، يبقى المريض بيتحرك كتير وما بيقعدش على بعضه وما فيش وضع مريحه، لا هو مرتاح ولا هو قاعد ولا هو نايم ولا هو ماشي، فتلاقي مش قادر يقعد على بعضه في أي مكان وبيتحرك كتير. واحيانا يحصل العكس، هو ان السلوك الحركي يقل. يعني ايه يقل؟ يعني المريض تلاقي بطيء جدا في الحركة بتاعته، حركته قليلة قوي، علشان خاطر يمد ايده عشان يسلم على حد تلاقي ايده بطيئة للغاية. فساعات السلوك الحركي يزداد بقوة وساعات السلوك الحركي يقل قوي 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 ويبقى بطيء عند مريض الاكتئاب.
كذلك التفكير عند مريض الاكتئاب ممكن يبقى عنده افكار كتيره جدا 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 موجوده في دماغه، وممكن يبقى عنده افكار قليله جدا 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 موجوده في دماغه. من ضمن الاعراض الهامه للاكتئاب وجود اعراض جسمانيه متفرقه وغير مبرره. يعني ايه؟ يعني مرضى الاكتئاب قد يشعروا باعراض في اجسامهم، انه ممكن انها الست تشتكي من صداع في راسها، وجع في ظهرها، الام في ايديها او في رجليها، قرشه نفس، كتمه في الصدر، تقل موجود في البطن، اعراض جسمانيه كثيره ومتفرقه. ولما بيروحوا للدكتور الباطني يكشف عليهم مفيش اي شيء واضح ايه سبب هذه الاعراض. وبالتالي من الاعراض الشهيره للاكتئاب وجود قصه اعراض جسمانيه مجهوله السبب ولا تتحسن مع الادويه الباطنيه المختلفه لهذه الاعراض. علشان خاطر كده هو اي حد عنده اعراض جسمانيه غير مبرره ولا تستجيب للعلاج الدوائي العادي، ومفيش اي حاجه بتطلع في نتائج لا تحاليل ولا اشعاعات بتبين اي سبب لهذه الاعراض، قد يكون هذه الاعراض منشاها وجود اكتئاب عند المريض. دي معظم الاعراض بتاعت الاكتئاب. الاكتئاب عند الاطفال ممكن ياتي بصور مختلفه، ممكن ياتي بصوره رفض للمدرسه، ممكن ياتي بصوره تبول لا ارادي يحصل بالليل بعد ما كان الطفل كويس، ممكن ياتي بصوره تصرفات سلوكيه مش مظبوطه، ممكن ياتي في صوره خوف غير مبرر من اشياء كثيره. والدكتور المتخصص بالطب النفسي للأطفال هو الأقدر على أنه يقيم حالة الطفل ويعرف إذا كان اللي عنده ده اكتئاب ولا اللي عنده ده شيء آخر. طيب يبقى احنا قلنا ايه هو الاكتئاب اللي احنا بنتكلم عليه، ايه سبب الاكتئاب وانه سببه مرض كيميائي، وقلنا الأعراض بتاعت الاكتئاب. طيب الاكتئاب احنا بنقسمه إلى 4 درجات من الاكتئاب. في درجة اسمها اكتئاب بسيط. الاكتئاب البسيط عدد الاعراض اللي موجود عنده من الاعراض الكتيره اللي احنا قلناها بيبقى عدد محدود. الاكتئاب المتوسط بيبقى عدد الاعراض الموجوده فيه اكتر. الاكتئاب الشديد بيبقى كل الاعراض اللي احنا قلنا عليها ده هي موجوده عنده. طيب دول 3 درجات، ما لقيت الدرجه الرابعه احيانا بيبقى فيه اكتئاب تحت الحد بتاع الشده بتاعت البسيط، يعني اكتئاب اقل من انه بسيط. واحد كده عنده عرض ولا اتنين وعاملين له ازعاج وبقالهم فترة طويلة موجودين عنده. احنا حتى ساعات بنسميه بالانجليزي sub-threshold depression. ده معناه انه اكتئاب صحيح مزعج بالنسبة للمريض ولكنه بسيط، ما هوش شديد مقارنة ببقية المرضى اللي احنا بنشوفهم. طبعا سواء الاكتئاب اللي هو تحت الحد ده هو او الاكتئاب البسيط او المتوسط، المريض بيبقى منزعج للغاية. احنا ما بنقللش من معاناة المريض، المريض بيعاني حتى لو الاكتئاب اللي عنده بسيط فهو بيعاني، واحنا متفاهمين لهذه المعاناة. ولكن انا علشان خاطر اطمن المرضى تمام بقول لهم ان ده مقارنة بالمرضى الاخرين ده يعتبر اكتئاب بسيط. طيب يبقى ده بالنسبة لدرجات الاكتئاب. طيب يا ترى مريض الاكتئاب بنعمله ايه؟ نتعامل معه ازاي؟ طبعا من المعلومات الهامة جدا اللي احنا لازم نعرفها هو ان الاكتئاب مرض يشفى تماما. مرض الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بوجود كثير من انواع العلاج للاكتئاب. والاكتئاب مرض يشفى تماما ويذهب عن الايه؟ ويذهب عن المريض باذن الله تعالى. خلاص؟ طيب بنعالج الاكتئاب ازاي؟ نمرة 1، لازم انه المريض يقعد مع دكتور متخصص يقيم حالته ويقيم شدة الاكتئاب اللي موجود عنده. ده نمرة 1. نمرة 2، انه الدكتور بياخد قرار هل الاكتئاب ده هو يحتاج دخول مستشفى ولا ما يحتاجش دخول مستشفى. 99% من الاكتئاب ما يحتاجش دخول مستشفيات. خلاص 1% من الحالات قد يحتاج الى دخول الايه؟ الى دخول المستشفى. طيب وبعدين عندنا خطوط علاج مختلفه للاكتئاب. بعد ما بناخد قرار المريض ده حالته تحتاج مستشفى ولا ما تاخدش مستشفى، نبدا نتحرك على خطوط العلاج المختلفه.
اول خط علاجي هام جدا 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 هو خط العلاج النفسي. ايه العلاج النفسي؟ زي ما بنقول الاكتئاب اللي هو تحت الحد والاكتئاب البسيط ويمكن كمان الاكتئاب المتوسط في اوروبا ما بيدلوش ادوية. ما بيعالجوه ازاي؟ بيعالجوه من خلال العلاج النفسي. طب ايه هو العلاج النفسي هنا؟ هو العلاج النفسي بيبقى في صورة جلسات. هذه الجلسات بيتم الاتفاق فيها مع المريض على ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي موجودة عنده نتيجة الاكتئاب ونحاول مع بعض نتفق على طريقة التعامل مع هذه اللي ايه؟ مع هذه المشاكل. بمعنى انه المريض انعزل عن الناس، نبدأ ان احنا نتفق مع المريض على خطة انه يضغط على نفسه ويخرج وينزل يتعامل مع الناس. طيب المريض بطل يروح الشغل، نبدأ نتفق معه على خطة انه ينزل يروح الشغل حتى لو ان احنا بنزود عدد الساعات تدريجيا، وهكذا. بنشوف كل مشكلة موجودة عند المريض ونحاول ان احنا نجد له حل سلوكي لها. والمريض بتاع الاكتئاب ممكن يتحسن تماما على هذه الاشياء. طب ازاي يتحسن على هذه الاشياء واحنا بنقول انه الاكتئاب سببه خلل كيميائي؟ من نعمة ربنا سبحانه وتعالى انه تغيير سلوك الانسان وان الانسان يضغط على نفسه وينزل يحاول يعمل الانشطة المختلفة ممكن يصلح الخلل الكيميائي اللي موجود في المخ بتاعه. وبالتالي لو مريض الاكتئاب ضغط على نفسه ونزل من البيت يوميا، ضغط على نفسه ولعب رياضة، ضغط على نفسه وقعد مع اصحابه مرتين ثلاثة في الاسبوع، ضغط على نفسه وبقي يقعد مع اهله، ضغط على نفسه وبقي يحاول ياكل ولو يعني اكل بسيط، تمام؟ كل ده من خلال ضغطه على نفسه ومن خلال ان هو يحاول في هذه الاشياء الاكتئاب اللي عنده ممكن ان هو يتحسن حتى لو من غير أدوية. ولكن طبعا لازم يبقى تحت رعاية طبيب بحيث يبقى بيقيم شدة الاكتئاب واذا كان التحسن بدأ ولا لسه والتحسن بتاعه اخباره ايه. طيب خط العلاج الثاني بعد العلاج النفسي هو خط العلاج الدوائي. عندنا كثير من الأدوية بتشتغل على علاج الاكتئاب. ايه هي الادوية اللي بتشتغل على علاج الاكتئاب؟ عندنا مجموعات كثيرة جدا. عندنا مواد بتشتغل على مادة السيروتونين اللي احنا تكلمنا عليها. عندنا ادوية اخرى تشتغل على السيروتونين والنور ادرينالين والدوبامين، تشتغل على الثلاثة مواد الكيميائية اللي احنا ذكرناهم قبل كده. عندنا ادوية تشتغل على مادتين من الثلاث مواد اللي احنا بنقول عليهم. الادوية كثيرة جدا اللي بتستعمل في علاج الاكتئاب. اهم حاجة نعرفها عن ادوية الاكتئاب ايه؟ هو ان نمرة واحد ادوية الاكتئاب ما هياش خطيرة. ادوية الاكتئاب اقل اعراض جانبية من الاسبرين. الاسبرين بيأثر على الكبد وبيأثر على الكلى وبيأثر على المعدة. ادوية الاكتئاب امنة بالنسبة للكلى وامنة بالنسبة للكبد وتأثيرها على المعدة ملهاش تأثير على المعدة ضار على الاطلاق. وبالتالي اول حاجة نعرفها هو ان ادوية الاكتئاب امنة. حاجة تانية مهمة، أدوية الاكتئاب ما بتعملش إدمان، المريض ما بيتعودش عليها ولكن المريض بيحتاجها، بيحتاج يمشي عليها. بيمشي عليها وقت قد إيه؟ وقت قد إيه دي هنتكلم عليه دلوقتي، ولكن المريض بيحتاج إنه يمشي عليها. لو وقف الدواء قبل الميعاد اللي المفروض الدكتور متفق عليه معاه ممكن طبعا انه ينتكس حاله، بالظبط زي مريض السكر لو بطل دواء السكر سكره هيرتفع، ومريض الضغط لو بطل دواء الضغط ضغطه هيعلى، ومريض الاكتئاب لو بطل دواء الاكتئاب قبل الميعاد اللي الدكتور متفق عليه معاه فممكن انه الاكتئاب يرجع تاني. فعشان الاكتئاب ما يرجعش محدش يبطل الدواء قبل الدكتور ما يقول له بطل. اوكي طيب ادويه الاكتئاب ممكن انه دواء واحد يكفي انه المريض ياخده، واحيانا نضطر ان احنا ندي اكتر من دواء، ان احنا ندي دوائين مثلا ولا حاجة. احيانا المريض بيحتاج ان احنا نرفع الجرعة. عادة احنا بنشوف المريض ممكن بعد اسبوعين نشوفه مرة تانية لو الدواء بدأ يشتغل ومحتاج ان احنا نرفع الجرعة بنرفع الجرعة. لو الدواء ما اشتغلش ممكن نفكر ان احنا نغير العلاج لو على داير اسبوعين العلاج ما كانش اشتغل. وبالتالي في معلومة مهمة هنا، هو ان دواء الاكتئاب ما بيشتغلش من اول يوم، بياخد وقت علشان خاطر يشتغل. الوقت دوا في حدود الاسبوع تقريبا.
اوكي. وبالتالي عاده احنا بندي حاجه مع دواء الاكتئاب، ممكن ندي المريض حاجه تساعده على النوم في الاسبوع الاولاني. طيب اول ما المريض ما بيبدا يتحسن، بيبدا يتحسن نومه، بيبدا يتحسن شهيته للاكل، ثم تدريجيا تاتي بقيه الاعراض تتحسن. المريض ممكن يرجع للطبيعي بتاعه تماما في خلال شهرين ثلاثه ماشي على الدواء بتاع الاكتئاب. طبعا زي ما قلنا احيانا ممكن واحد ياخد دواء مضاد حيوي وما يجيبش نتيجه، فالدكتور يضطر انه يغيره له. نفس الوضع احيانا ممكن يحصل مع مريض الضغط او مع مريض الاكتئاب. فلو المريض ما جابش نتيجه في خلال اسبوعين انه ما فيش تحسن على الاطلاق، الدكتور طبعا بيغير الدواء بتاع الاكتئاب. يبقى ادويه الاكتئاب كانت هي الخط الايه، كانت هي الخط الثاني بعد الايه، بعد العلاج النفسي. طيب هل ممكن الاكتئاب يعالج بطرق اخرى؟ طبعا في طرق اخرى ما بتستعملش كثيرا، ولكن هناك طرق اخرى ممكن انه الدكتور يلجا اليها لو انه احتاج لهذه الخطوط. من المعلومات الهامه، الاكتئاب مرض له علاجات كثيره وهو مرض يشفى تماما. اتمنى لكل مرضى الاكتئاب الشفاء وشكرا.